السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسكاس مباركي، سنة أمازيغية سعيدة على جميع الأمازيغ في العالم. السنة الأمازيغية يعني الحضارة الأمازيغية هي حضارة يعني كبيرة ولها تاريخها العميق المتجذر في هذه الأرض، فلهذا سنة أمازيغية سعيدة على جميع الأمازيغ. نتمنى وحتى السنة رأس العام الأمازيغي حتى هو يكون إجازة مثل كل رؤوس الأعوام الأخرى أو كل المناسبات الأخرى. أخيرا كاس مباركي لجميع الأمازيغ في العالم. السنة الأمازيغية وغادي نقولوا 70% ديال السكينة ديال المغرب السنة الأمازيغية. ديك أظن أن 1971 يعني راه تاريخ، راه حضارة، راه قبل من الميلاد ديال المسيح، قبل من الإسلام، راه العمق ديال التاريخ. السكينة ديال المغرب، جزء من المغرب الكبير. نحتفلوا مع الأمازيغ. أسكاس مباركي، جو كخوا كو سي لو 13 جانفي، تيقولوا يناير، نحتفلوا معاهم، نديروا أسكيف، نديروا أسكاس مباركي، نقصروا مع خوتنا مغاربة، ونحتفلوا مع ولاد عيسى ولي زمازيغ ما نحتفلوش معاهم ما يمكنش. أسكاس مباركي. علاش ما يكونش عيد رسمي؟ يكون عيد رسمي، ما كاينش مشكل. أنا عربي مغربي، الأمازيغ فهمتيني ساكنة ديال المغرب الكبير، علاش ما يكونش عيد وطني؟ في الوقت الراهن الدولة المغربية، المجتمع المغربي خص يكون يد وحدة، خص يكون صف واحد. ما كاينش هذا عربي ولا هذا ريفي ولا هذا أمازيغي. حنا مختلف ديال الشرائح ديال المجتمع تنشكلوا دولة مغربية وحدة اللي هي كبيرة وضاربة في العمق ديال التاريخ. إلا قلنا 1971 سنة ديال الأمازيغ فيها كل شيء. السنة الأمازيغية تاهي يعني مش غنقول لك يعني تاهي خاصها نباركوا ليها ويعني نشجعوها، وتاهي خاصها تبان تاهي بحالها بحال راس السنة ديالنا ديال المغاربة. يعني الأمازيغ أنا أول مرة كنسمعها وكنبارك ليها وكنقول لها يعني تقول لخوتي الأمازيغ كنبارك ليهم وأنا كنفرحهم وكنشجعهم يعني وكنقول لهم سنه سعيده باش تمنيتو بالصحه وطول العمر. يعني التمازيغ تايته مسكين يعني قليل اللي كعرفها، انا اول مره كنسمعها. السنه الامازيغيه هي راس العام ديالنا، هما كيحتفلوا به الامازيغ بوحدهم، وكنتمنى لهم سنه سعيده. ما كنتش عارفه والله، ما كنتش عارفه دابا كنا قلتوا لي انتم، والله ما عارفه بالله. كنقول لهم الله يوفقهم، الله يسهل عليهم، الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله. كنتمنى لهم سنه سعيده وباش ما تمناو ان شاء الله. كل عام الامازيغ تيحتفلوا بالسنه الامازيغيه اللي هي سنه مرتبطه بالارض، كما كانوا كيقولوا لها، هما كانوا يسموها بكري السنه الفلاحيه. هي نورمال ماشي السنه الفلاحيه، سنه تتسمى عيد يناير بالشلحه. على ما قالوا ماشي خبر ماشي مؤكد 100%، كيقول لك بدات منين انتصر شي شونغ على فرعون، من تما بدات السنه الامازيغيه لدابا. والمهم الاحتفال ديالها تيكون بسيط، الناس تتحتفل في ديورها، كيجمعوا كاع داك الخيرات اللي تتعطي الارض تيطيبوه في ماكله وحده تيسميوها اوركيم بالشلحه، فهمتي. وفي ديك الليله ديال السنه الامازيغيه تياكلوه، تيديروا فيه واحد داك تيسميوها العظم ديال، تيشدوا العظم ديال التمر تيخلطوا مع داك الشيء، واللي لقاه تيكون شونسو، زعما عنده الامل في حياته، عنده فهمتي غينجح في حياته.